للحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلي من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد معي في الجلسة الأولى. بداية يعني في أكثر من موضوع طرحناها في العرض على الفيديو قبل قليل، إذا ما بدأنا من موضوع الريفليشن تريدز وتلك التداولات المرتبطة بالتعافي، لاحظنا ابتعاد نوعا ما عن القطاعات ذات القيمة، وكانت هناك الكثير من يعني المراهنات عليها. إلى أي مدى ستستطيع هذه القطاعات مقاومة هذه التراجعات؟ يعني يوترند واضح جدا، يوترن عملتها الأسهم التي تستهدف كانت ارتفاعات التضخم أو تستفيد من ارتفاعات التضخم. الريفليشنري تريدز كان عندنا تراجعاتها واضحة بسبب تغير لهجة الفيدرالي بشكل واضح. نحن عم نتحدث أنه الفيدرال الأمريكي صحيح أنه لم يقم بأي تعديلات، ولكن مجرد أن ارتفاع عدد الأعضاء داخل لجنة الفيدرالي المفتوحة الذين يتجهون إلى رفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7 أعضاء، هذا يعني أنه نحن في أن التوجه واضح وصريح. وتستذكر الأسواق ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية وبين برنانكي وبرنامج التيسير النقدي، ومن ثم بدأ جدولة برنامج لتقليص السياسة التحفيزية من تقليصات لبرنامج شراء السندات ومن ثم الحديث عن خفض أسعار الفائدة. بلا شك الفيدرالي وجيروم باول لن يقولوا أن هناك حديث عن خفض أسعار الفائدة، لأنه سوف يكون الحديث أولا عن التابرينج وهو تقليص برنامج شراء السندات الذي بدأنا نرى بعض الإجراءات التي تقلصه نوعاً ما. نعم. طيب رائد، في يوم أمس كنا قد ناقشنا بناء يعني على بعض التحليلات من مجموعة UBS أنه حتى تقليص برامج شراء الأصول أو تشديد السياسة النقدية لا يكون تأثيره طويل الأمد على الأسواق الأمريكية، لأنه سرعان ما سترتفع من جديد إذا ما قرنت بالدلائل التاريخية. يعني تاريخيا كما ذكرت حضرتك بعام 2008 عندما كان الحديث عن تقليص برنامج شراء الأصول عادت والأسواق وارتفعت من جديد. هل برأيك أنه ستتجاهل الأسواق هذا التقليص في السيولة فيما يتعلق بالسياسة النقدية التيسيرية؟ يعني احنا شفنا التقليص اللي حدث تقريبا من حوالي اسبوع بليله واحده بحوالي 540، يعني هذا يعتبر رقم عالي جدا يمحي تاثيرات حوالي شهرين من 100 من برامج شراء السندات اللي هو 120 مليار. يعني احنا عم نتحدث 540 مليار تم يعني نوعا ما اعاده شرائهم من الاسواق او اعاده بيعهم للاسواق. الفيدرالي يتجه الى تجفيف السيوله نوعا ما حتى لا يكون تاثير التضخم حاد على الاسواق. و ما يترجم هذا الأمر نور أنه نحن في عنا التضخم إمكانية خروجه عن السيطرة واردة جدا، بالتالي سوف تكون إجراءات الفيدرالي أكثر سرعة، وهذا ما يخشاه المستثمرين وهذا ما ترجمته الأسواق حقيقة. بالتالي أي عملية لمعاندة الفيدرالي أو لمعاندة الاتجاه العام الذي يمشي من خلاله، نحن نحكي 4 ومن ثم 7 أعضاء، كان رفع 1 في 2023، الآن حديث عن دوت بلوت أو جاد رفعتين في 2023، إذن هناك حدة في تشديد السياسة النقدية. ولا ننسى أن الفيدرالي كان مقدم أساساً على تشديد السياسة النقدية لولا أزمة البانداميك التي بدأت تعيد فتح الأسواق مرة أخرى، بدأت تعود الطلب مرة أخرى، بدأ يعود التوظيف مرة أخرى. بالتالي يجب أن يكون هناك مسارعة في تخفيض التضخم حتى لا يكون هناك يعني خروج عن السيطرة فيما يتعلق بالتضخم ومقارناتها مع الأجور، ويعني التشغيل غير هو تشغيل كامل ولكنه غير فعال لقوى العمل في الاقتصادات. يعني حضرتك ذكرت أنه لا أحد يستطيع معاندة الفيدرالي، ونحن الآن في العرض تكلمنا عن don't stop against the Fed أو لا تواجه الفيدرالي. إلى أي مدى ستستطيع الأسواق فعلا تسعير أو يعني اتخاذ ما يراه الفيدرالي بعين الاعتبار في الفترات القادمة؟ ولاحظنا اليوم التراجعات بشكل حاد في الأسواق الآسيوية، ونتوقع ربما سيناريو مشابه في الأسواق الأمريكية اليوم. يعني نحن كان في عندنا نقطة واضحة جدا، شفنا انه التفاعل اول من تفاعل عرضي عوائد السندات الامريكية، شفنا منحنى بدأ يتم تسطيحه اكثر،
تماما. عندي سرعة بالسندات لعام وعام وخمسة أعوام تكون سريعة بالتفاعل، ارتفعت عوائدها بسرعة وانخفاض طفيف، ولكن هو انخفاض في عوائد السندات لعام لثلاثين عام. هذا يترجم أن الفيدرال الأمريكي متجه لا محالة إلى تشديد السياسة النقدية، وبالتالي تبتدأ الأسواق باتخاذ الإجراءات استباقيا، ونحن نعلم أن الأسواق تسعر مسبقا. وإذا أتينا إلى الفير فاليو والماركت فاليو لمعظم الأسهم ولمعظم القطاعات، رح نلاقي أن جاب واسع جدا يجب أن يكون هناك كوركشن واضح فيه، وبالتالي هذا يفتح المجال حقيقة يعني لا نسميه سقوط حر، ولكن لبعض التراجعات القوية ممكن نبدأها مثلا بالذهب الذي يبالغ في تقييمه في الفترة الماضية كان لم يتمكن من الارتفاع. بهذه النقطة بالتحديد رائد، يعني نرى اليوم ارتدادة قوية بالنسبة للذهب، أكثر من 1% من المكاسب كما رأيناها قبل قليل، في وقت يعني عاد الدولار ليسجل بعض التراجعات. لماذا عدنا إلى هذه العلاقة بهذا الشكل اليوم، رغم أنه كنا نرى مكاسب تقريبا بحدود ببساطة تراجعنا 7% يعني. نعم تراجعنا على الذهب 7%، يعني احنا الاسبوع الماضي فقط كان في عندي تراجعات ب 7%، الكوركشن 1% عم بتكون عمليات. اولا في عندي عمليات جني ارباح للبيع على المكشوف، ثانيا ارتداده واضحه لانه كان في عندي يعني هبوط حاد، وبالتالي بعض الامتصاص لهذه العوده. عندي كان بعض التراجعات في الدولار الامريكي طفيفه ان صح التعبير، ولكن يعني فقد مستويات مهمه جدا، الذهب اللي كانت مستويات 1800 دولار للاونصه بسهوله وكسر تحتها بحوالي 30 دولار، وبالتالي هذا يفتح المجال أو أكثر حتى 40 دولار عودة تصحيحية، ولكنها لا تزال نوعا ما دون التقلصات اللي حدثت. نحن عم نحكي على تراجعات لم تحدث في الذهب من 8 أعوام خلال هذه الفترة القصيرة، بالتالي هذا يعني مرده على أنه هناك تخرجات من الذهب ترجمة لأن التضخم سوف يكون إلى تراجع في الفترة القادمة، هو في الفاليو الدولار بالفترة القادمة، وتوجه نحو فرص استثمارية نوعا ما قد تكون أكثر مناسبة بالفترة القادمة، وهذا يضغط حقيقة على حيازات الذهب الذي لا يدر عائدا إن صح التعبير. صحيح. طيب دعنا نتكلم ولو سريعا قبل انتهاء الوقت عن الأسواق الأوروبية. رائد، اليوم رأينا نوع من تجاهل في الأسواق الأوروبية للنزيف الحاد إن صح التعبير في الأسواق الآسيوية، لماذا هذا التجاهل من الجانب الأوروبي والأسواق الأوروبية لما يحصل في الأسواق الآسيوية والأمريكية كما تعكسها العقود الآجلة في هذه الأثناء؟ الأسواق الأوروبية تحديدا هي بحاجة تضخم مرتفع في الفترة الحالية بحاجة، وهذا ما يترجمه انفتاحات الاقتصادات الأوروبية، التوجه نحو استقبال المزيد من السائحين، يوجد عمليات طلب واضحة في الاقتصاد الأوروبي تمهد إلى أن هناك يوجد فرص إيجابية، بالتالي التفاؤل الذي ينطغي على أوروبا في هذه الفترة يطغى نوعا ما على إمكانية أن يكون هناك تأثر سلبي بالمحيط سواء كان الآسيوي أو الأمريكي، إضافة إلى أنه يعني كما ذكرنا التضخم المرتفع مطلوب جدا في المنطقة الأوروبية لأنه كانت تعاني في الفترة الماضية، وبالتالي يعني لا يوجد قلق من الإجراءات التيسيرية، ولكن هناك إجراءات تحفيزية يعني تشددية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد، والتوجه نحو تجديد السياسة النقدية، وهذا يصب لصالح الاقتصاد الأوروبي إذا ما بقي متمسك بالسياسة التيسيرية بعض الشيء، ولصالح يعني نوعا ما حركة الاقتصاد، وهذا قد يبرر مزيد من التراجعات على زوج اليورو دولار الأمريكي في الفترة القادمة. نعم. ونلاحظ أنه هو الوحيد الذي لم يرتد بشكل قوي جدا. صحيح. خلال التعاملات اليوم. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر دائما على كل هذه التفاصيل.